يلا يلا. الله الله. باي شوكليت. تعرفون زوزو ما تعرف المزقوف شنو هو؟ حياتي ليش تفضحني؟ يعني صدق يعني أول ما قال لي المزقوف أنا عبالي شيء سقف يعني البيت مزقوف يعني بعد أكلة عراقية. أنت منين جاية؟ جبتها هسه المطعم المزقوف حتى نراويها المزقوف. مطعم المزقوف موجود بميشيغان ل 14 مايل. تشوفين المزقوف شلون؟ ناكلك المزقوف زين؟ يلا تعالوا يا حبيبي. هلا عيني شلونك؟ شو اخبارك؟ هذا السمك اهلا. يعني هنا أنا واحد يختار السمكه سمك حي. طاقة 10 ايتمات جديدة اللي هو المنسف وخبز الشام كباب خشخاش ودولمة ومقلوبة كلها اكلات عراقية وكاهي وجيمر الريوق هاي للريوق واكو حلويات بعد الاكل هم راح تجربوها ان شاء الله راح تعجبكم دبي شوكليت بقلاوة بالفستق بسبوسة وكاهي وجيمر جربها ورا الاكل بس خليني اشوفكم السزوزو اللي هي هذه مشاوي كباب دجاج كباب لحم هذا الجرين شاب هذه السمج بالتنور اذا انت ما ماكله سمج بالتنور لا لا راح تنقش الجنسيه العراقيه ونوقف السمج بالتنور لانه ما يصير عراقي اذا ما ياكل سمج بالتنور ليش أفضل العراقي ياخذ الجنسيه مرتين ياخذها الا من ياكل السمج على الطريقه البغداديه استاذ وعد نعم تنور طين وعلى الحطب مشحي من الاحوار على اختيار الزبون يعني اليوم قلت لي حضرتك جايين على السمك بس راح نغير اليوم اوكي ما نوكلكم سمك اليوم راح تشوفون اكلات جديده بهذه الزياره عرفت شنو هو يعني المزقوف وطلع السمك وشكله طبعا يشهي بس غرونا بمنيو الجديد فبطلت اكل سمك اريد شيء ثاني بلشناها بالمقبلات جدا لذيذه الشريم على الطريقه البصراويه هلا على الطريقه البصراويه تسلمين هاي دولمة اوه نو واي لا والله لا 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 لون ما اعرف خبير 50 سنة يلا يلا لا هذه اللحمة واو هاي شنو هاي لا 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 اول مرة اشوفها طريقة تقديم الدولمة بهذا الشكل اي والله وعد دائما اذا دولمة ما فيها ضلوع دائما يقول ناقصها ضلوع ما كنت متوقع مطعم مزقوف لو كان رجل تحت سيسوون دولمة بس ما تحتها هاي ضلوع ومو بس احنا اهل البصرة هيك نسويها مو نلف وياها بصل وباقي الشغلات مقلوبة البغدادية اهل البصرة احنا الخبراء مالت المقلوبة احنا تعلمتوا من عندنا انتوا اهل البصرة تعاركوا تعاركوا زين والله ما دقيتها نسيت الله هاي او ماي جاد هاي عشقي عجبت طريقه التقديم يا او ماي جاد اتس اميزنج بجدر بجدر يعني حار يعني كانه خلص فريش لك منسف اردني الله اي يابا او ماي جاد وحده كافي كوزي الشام شوف واو اي يابا كباب وهذا كان طلبنا من المنيو الجديد حبينا نجرب الأكلات الجديدة ونقول لكم عن رأينا فيها غير كل النظرة من مزقوف إلى وين منسف قاعدة مطق وانا طبعا دائما مظلوم المصور دائما الجميل تقولين أردني أردني مقلوبة أنا البطاطا والباذنجان عشقي رهيبة حبيتها أكثر تمن انت دائما تسويها المقلوبه تمن الاحمر رهيب لازم انت تسويها افا الحين مقلوبه زوز صارت مو طيبه راح اجرب الدولمه اللحم اللي ذايب ذوب الحلو يجيبوها هي والجدر وانت تقلبها الحين راح اجرب القوزي ما خلتني شوف ما خلتني اجرب الشريم اي لاف ات وراح اجرب هذا اللي لازم تعرفون ليش انا قالوا لنا على الطريقه البصراويه سو وي نيد ات البهارات جدا جدا لذيذة اللي موجودة ويا الربيان أيام دائما القوزي. يحب القوزي رح أجرب المنسف رهيب لا كل شيء رهيب دمار ما الدولمة غطي علي شلون شافت دوماي رهيب
طبعا هذا لحم غنم صافي. الكباب يفوز، منسف يفوز، القوزي طيب، دولما، الربيان. صراحة ما أقدر أختار، ماكو صحن يفوز، لأن كل صحن له طعم رهيب. أنا عشقي كانت المقلوبة، المنسف، بعدين القوزي الشامي، مو بس هيك، الكباب، الكباب رهيب. ليش مغطي؟ خنشوفه زين، مو حتى ما يبرد، مو الهواء. هسه تعالوا نجرب شوكولات دبي في مطعم المسقوف. عصير رمان، هذا عصير رمان طبيعي. دبي شوكولات، دبي شوكولات. حبيتوه؟ قلنا للسويت الطيب من البقلاوة البسبوسة والبسبوسة. كنافة نابلسية عاشت إيدكم. والآن مع الكنافة النابلسية، من شكلها رهيب. بقلاوة، يعني رح تجي لكم بقلاوة فريش. قدمتكم شاي عراقي بالهيل. هلا أدري شاي غالي. عاشت الأيادي. معلى سؤال الوعد. نعم. الأكل عجبك ولا لا؟ يخبط. يخبط. نعم. متابعينا أنتوا لازم تجون، وعلشان تجون وعلى لأن إحنا حبينا سوينا لكم خصم من صاحب المطعم، مطعم المسقوف، المدة 15 يوم 20%. كل من يجي يقول شفت الفيديو من وعد وزوز، حياكم والله 20% خصم إذا تأكلون داخل المطعم. 20% صح؟ بيكم متابعيكم كلهم. إحنا ما عدنا أغلى من متابعينا، ودام إحنا أجينا على هالمطعم والأكل كان كلش طيب، فأكيد أريد متابعينا يجربونه، لأن صراحة رهيب. وكل الموجودين مبهرين بيكم وفرحانين بجيتكم إحنا أكثر طبعا. على فكرة مطعم المسقوف غني عن التعريف. سمالي بس مسقوف، بس أنا جاي أكل مسقوف غيرت رأيي. والحلو في مطعم المسقوف إنه متواجد معانا الفنان خالد قمر، اللي راح يعرفكم عن نفسه وراح يقولكم شنو هي الأيام اللي يكون فيها متواجد. سعيد جدا تواجد قناة بروموتورز والجوة العراقية الحلوة. دائما أكون هنا يوم سبت ويوم أحد أسوي هذا البرنامج.